استاذ محمود، هل انت معترف بالسايس كمهنه محتاجه لتنقيه، ولا شايف انها مش مهنه خالص وان دي دوله داخل الدوله يجمعون اتاوات من الناس وكمان بيعملوا حاجات يعني لسه هنتكلم فيها دلوقتي تانيه، شايفها ازاي؟ لا شايفها بلطجه. مع احترامي العم عربي شكرا. احنا بنتكلم على حاجات عامه انت مش مقصود بيها عشان انا ما اعرفكش، انا بتكلم على العموم يعني، فعشان ما تزعلش من كلامي يعني. دي بلطجه ومافيا وتسايب من دوله، ودوله مسلطه الناس على الناس، بل حضرتك ازاي يعني انت بتفرض وظيفه تاخدها من جيبي، يعني انت بتفرض وظيفه تاخدها من الناس، وبعدين لما يقول لك صف تاني ودبل بارك وصف تالت ما الشارع وقف. يعني كمان يعني بياخد من جيبي وكمان بيبوظ الشارع يعني. لو احنا بنفكر او الحكومه زي ما انا فهمت من سياده المساعد قبل ما نخش، الحكومه كمان تدخلت في الموضوع وداخله بمشروع برضو، او المشروع بتاع سياده النائب وهم ياخدوه منه ويعملوه، يعني يقول لك فرص عمل. فرص عمل ايه؟ الحكومه ما فيهاش فلوس، انتوا هتاخدوا فرص عمل وتجيبوا حق المرتبات من الناس. يعني مثلا ما تيجي حضرتك يا استاذ وائل في امريكا في منظومه مثلا اللي هم بتوع الترافيك، دول مش بتوع مرور يعني، دول مش تبع الداخليه هناك، دول حاجه مستقله لوحدهم تبع الحي تبع المدينه، وبيتعينوا، واي حد مخالف في الشارع دبل بارك مش عارف ايه بتاع بياخد تيكت، وهم بيطلع لهم بقى المرتبات من المخالفات يعني. لسه معينين حوالي، انما انت هنا بتقول دي وظيفه ازاي اذا كنت المواطن هو اللي بيدفع، المواطن اللي بيدفع. وبعدين انا طلبت منك ان انت توقفني ولا تطلعني؟ ما اذا كان المكان موجود ودي المواطن بيدفع ضريبه للعربيه عشان الاماكن اللي يوقف فيها، اذا ما كانش مكان موجود المواطن يروح يركن في اي حته. لا مفيش، انت مثلا لو عندك خدمه في مجمع التحرير ده عشان تركن في المحيط بتاعه ده عندك كله يركن في اي مكان ويجي بالمواصلات. بيبقى فيها صعوبه، السايس بيشوف المكان بيبقى عارف الراجل بيأدي لك مهمه بقى بيأدي لك. اذا كان مفيش مكان يبقى بيركن غلط، يبقى يركن صف تاني بيعطل المرور، واخد بال حضرتك؟ ما احنا عشان نتكلم يا استاذ وائل مفيش حاجه اسمها انا بركنك واطلعك. يا عم انا مش عايز تطلعني ولا تركني ولا تنيلني بنيله. الله لا انا لا هتركن غصب عنك يا استاذ وائل، ده هتدفع. ده انا بشوف مقاسي يعني. هو حضرتك من التجميل دايما لما بنتكلم زي اللغه الصحفيه والاعلاميه نقول البعض ومش كلهم، 95% منهم كده شغل بلطجه في الشارع. وانا يمكن حكيت لحضرتك قبل كده بنت صغيره، بنت شابه راكبه عربيه غاليه، العربيه غاليه، وبعدين زار طلع بتجيب حاجه 5 دقايق بتدي له 5 جنيه، فرج عليها امه لا اله الا الله، ما لهاش نصير. ما عم عارف بيقول لك هو اللي يديني 5 جنيه اهلا وسهلا. لا وبعدين دول بيحددوا وقالوا يعني بيها كمان. المساله دي يا استاذ وائل المشكله دي زادت امتى؟ بعد 25 احداث 25 يناير كان في ساعات سايس على استحياء كده بالادب، واخد بال حضرتك؟ لكن دلوقتي دي ظاهره. وبعدين هو كل الدوله لما كل مجموعه تعمل اي حاجه تفرض عضلاتها على الدوله وعلى المواطن انهم عاملين لهم قانون زي، طب ما في ظاهره كمان بتاعت البودي جارد دي، كل واحد ماشي له 2 حطين وراه ويقول لك برضه هيعملوا لها مش التوك توك غصب عن عين الناس، بقت حاجه موجوده عشان ما نخرجش بره الموضوع يعني. في حاجات اجباري على المواطن وعلى الدوله غصب عن عين الدوله بتعمل لهم قانون. ايه يا سيدي اللي بركنه واطلعه؟ يا عم انت رايك شطب هذه المهنه لا وجود لها؟ دي يا ده ده بيه طيب. ده سرقه بالاكراه، دي سرقه بالاكراه غصبا عن المواطن. موافق على ده يا عم عارف؟ لا طبعا هو مع الباشا والاستاذ حق في حاجات، في سياس سوقوا المهنه، في سياس سواق بس هو بيقول لك اديني يعني مهنه لا وجود لها في كل دول العالم. لا. عايز يشطبها خالص، مفيش حاجه اسمها سايس. لا. السايس سعادتك بيكون العين الثالثه او الثانيه للحكومه او للشرطه، خلاها الله لنا للشرطه. ليه؟ لان العربيه بتبقى احيانا بيبقى فيها حاجات. طب ما عين ثالثه للحكومه يا ايوه عين ثالثه. ايوه الشيطان ولا ليه 3 عيون؟ ايوه عم عربي انت مين يعني؟ انت ماشي الله يسهل لك ويكرمك. أوكي. انت مين قال لك ان انت عين ثالثه للحكومه؟ حراسه للعربيه. مين اللي قال لك؟ مين اللي اذنك؟ بعضكم بيبقى يقول لك شايل احيانا شايل كارت
من حد من الاسم من اسم البوليس اللي في الدايره واحيانا يشيلوا حاجه يحطوها كده اي كلام كده اي دي من من من, من الحي. ما انا قلت تعرف حضرتك بيعملوا ايه في الحي؟ ما دي من مساوئ المحليات، ياجروا حتت لاسماء زي مثلا واحد زي العم عربي ويقولوا له الحته دي دي باركنج انت ماسكها من غير لا ورق ولا قلم. لا في لا في بالورق والقلم في وفي من غير ورق وبياخدوا فلوس منه يقولوا له النهارده اليوم مثلا ب 200 جنيه مثلا. فلما هو يدخل خزينه الدوله خزينه جيوبهم بقى بيخش بقى الدوله حاجات بسيطه، لكن كله النهارده وعلبه سجاير للي بيروح يفتش عليه ومش عارف مين يروح يجيب له. فلما ده بيدفع له 300 400 جنيه ما لازم يقطع رقبه اللي راكب العربيه ويبلطج عليه. صح انا ايوه شوف لنا شارع جنبك كده يا عم عربي. هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم. بس والله يا جماعه القضيه مهمه جدا، كيف ننظم نوعيه تنظيم ال